خوض المنتخب الوطني لخمسة مباريات في ظرف ستة أيام ضمن البطولة الإفريقية لكرة اليد في طبعتها 22 والمزمع إقامتها بداية العام الجديد بمصر، حتم على الناخب الوطني صالح بوشكري الرفع من وتيرة تحضيرات الخاصة بالكان على المستوى البدني خلال المعسكر الحالي الذي ضم 20 لاعبا محليا. تربص عادي هكذا يدخل في إطار تحضير الكأس إفريقيا. المرحلة هذه ماشي راح يلعبوا مباريات، أهم شيء تحضير بدني وين اللاعبين يجروا بزاف في لا ميسكولاسيون، لأننا نعرفوا بلي في 7 مباريات في 10 أيام ولا 8 مباريات في 10 أيام ماشي سهل، لازم نكونوا حاضرين بدنيا. ومع نهاية الشهر الحالي من المرتقب أن تتعزز صفوف الخضر بالتحاق المحترفين، ما يعني اكتمال تشكيلة بوشكريو، ومنها المرور إلى مرحلة الإعداد الفنية التي سيتخللها خوض بعض المباريات الودية الهدف منها خلق الانسجام. إن شاء الله بداية 20 ديسمبر يلتحقوا بنا المحترفين ونقولوا نكونوا مكتملين مدة شهر، هذا يساعدنا باش نخدموا الانسجام بين اللاعبين ولعبوا مباريات باش اللاعبين محترفين مع المحليين يتعودوا يلعبوا بيناتهم. اختلاف مستويات اللاعبين المعنيين بالتربص الفنية وكذا البدنية رفقة أنديتهم لا يشكل عائقا بالنسبة للمدرب الوطني بقدر ما يخيفه هاجس نقص المباريات الودية التي يتحدد على ضوئها ملامح المنتخب. انا ما يهمنيش اللاعبين منين جايين ولا اهم شيء الوضعيه تاعهم كيش راهي، شفت بلي كاين بعض اللاعبين لاباس بهم بدنيين، كاين متوسط، كاين اللي تقدر تقول ضعيف مرحله تاعو تاع التحضير ضعيفه، حنا اهم شيء نوصلوهم على الاقل المستويات متقاربه باش ما يكونش فرق كبير بين لاعب ولاعب. المشكل برك يقعد نقص مباريات، لان بالمباريات اللي تقدر تشوف الفريق تاعك وين هو واصل بدنيا تقنيا تكتيكيا. ورغم أهمية الموعد القاري الذي ينتظر رفقاء مسعود بركوس، غير أن مصطلح المشاكل والعراقيل لا زال يعترض سبيلهم في الاستعدادات، أهمها حلم إيجاد قاعة لتدرب إلى جانب غياب سياسة تنظيم الدورات الدولية الودية هنا بالجزائر. المشكل تاعنا هنا في الجزائر ما زلنا فندق دي بلاصة وتحوس على القاعات، كما اليوم السبت ما عندناش مانبا قاعة باش ندربوا لأنه فيه مباريات. اللي يخدم مدير تاع قاعة ولا يعطينا وقت باش ما هو كذلك عنده مشاكل وين عنده فرق تدرب العشية، يقولوا الأولوية المنتخب الوطني، بصح مانيش نشوف فيها أولوية في هذه الحالة اللي أنا فيها. حنا نكذبوا على رواحتنا، الجزائر عندها شحال أكثر من 20 سنة ما دارش دورة، واليوم تجي تحكي لي على دورة، حنا تعودنا هذا، تعودنا عليه ونسيناه. إذن أبطال إفريقيا على أعتاب الدخول في تحدي لم ولن يكون بالسهل في دورة تسعى كل منتخبات القارة السمراء إلى التنافس عليها، والظافر بها سيضمن التواجد في أولمبياد ريو دي جانيرو.